بدولة الرئيس سعد الحريري بقلب زحلة. وأهلا بمفعول رجعي بعودتك للبنان لبلدك لبلدنا يلي صار اليوم أكثر من أي وقت ماضى بحاجة لحضورك ودورك الوطني، مثل ما هو بحاجة لكل زعيم وقيادة سياسي إنه يقدم جهد مضاعف لوطن بيستاهل منا كل التضحيات. دولة الرئيس، زحلة يلي زرعتها بالقلب، قلبها اليوم عم بينوجع لأنه إليس كيف كان حابب يتقدم الصفوف، يتقدم الصفوف، صفوف الناس يلي عم تستقبلك وتقوم بواجبة تجاهك. كان بيوده يهديك ورد ما بيشبه أيام وجعه الصعبة، بس اللي بعرفه عن إلي إنه روحه بمدينته، وإنه هالروح طالما هي مسكونة بزحلة رح تقلك يا مية أهلا. هو حاضر معنا بكل تفصيل، عيونه علينا وبتعطينا قوة لنمشي على طريقه بخطى ثابتة وما تهزة أي مخاوف شو ما كان مصدرها. دولة الرئيس، عم نستقبلك اليوم وبعدنا بالأسود، بعده الحزن سيد موقفنا الإنساني، بس تأكد إنه بالموقف السياسي والوطني ما رح نخلي الحزن يكسرنا ولا يتغلي ولا يتغلب على قراراتنا. وقت اللي لازم نفرح رح نفرح، وقت اللي لازم نضوي ضوينا، وقت اللي لازم نعلن مواقف رح ناخدها عن سابق قرار وتصميم. وقديش منتمنى انه اول خبر مفرح نعلنه للمواطنين يكون بكرة عبر نتائج الانتخابات البلدية. لأنه هالمدينة بحاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إنه نهتم فيها خدماتياً ونمد جسور إنمائية من بعد ما تقاعس البعض عن أدائهم، عن أداء دورهم، معلش بدهم يزعلوا مني كتار هلأ، عن أداء دورهم سواء كان دور نيابي أو دور بلدي. وللأسف إنه العمل البلدي بدأ يتراجع من ساعة اللي بلش الفساد يدق أبوابه، يعني الانهيار كان بالقرار اللاحق مش بالخيار السابق. ولازم نعوض عن الخطأ بفضيلة انتخابية تغييرية بالبلديات أولاً،
يعني كمان ما بدي أظلم، في معنا أعضاء بلدية اشتغلوا بس جربوا يشتغلوا ما طلع كتير بإيدهم، بس جربوا وأكيد منوجه لهم أكيد تحية. الخطأ بفضيلة انتخابية تغييرية بالبلديات أولاً وبالانتخابات النيابية ثانياً، ومن العار إنه ما يكون قدامنا إلا خيار التمديد الثالث لمجلس النواب، وهون دوركم دولة الرئيس إنه توضعوا كل جهدكم بسبيل تحقيق هالهدف، وما بينقصنا شيء لنأكد للداخل وللخارج إنه نحن قادرين وراشدين سياسياً ومش بحاجة لوصاية. دولة الرئيس، أنت بتعرف إنه زحلة نسيوها عن الخريطة السياسية؟ هل اطلعك سعادة النواب إنه نحن صرنا مغيبين عن القرارات الوطنية؟ نحن يلي الطاولات انعقدت بلينا؟ وزارياً وحوارياً، مع إنه مدينتنا بتتمتع بحصة وازنة نيابياً، ومن هون سوري ومن هون من زحلة بيتم صناعة القرار. مثل ما صنعنا الكلمة وصرنا بيت القصيد، ومثل ما خرجنا أجيال ونخب وفنانين وأدباء قعدوا على ضفاف نهرة ينظموا الحرف على الحرف وكانت مصدر إلهام من الجبل للوادي. وبحضورك اليوم دولة الرئيس منقول إنه أهل زحلة سبق وتبنوا شعار إليس كيف يلي وعدهم بسياج عالي للمدينة ما بيقفز عنه حدا. هيدا السياج منع استغلال النفوس لأضعاف النفوس وأبعد أرواح كانت عم تنتحل صفات لتصنع إلى أدوار، وشل إيدين كانت عم بتحاول توجه صفحة للحضارة، ومن يومها وزحلة بينعمل لها ألف حساب على الصعيد الشعبي. بس كل هالعنفوان ما كان ذاته على مستوى التمثيل السياسي ويلي ارتضى إنه يكون خلف الكواليس. دولة الرئيس، وما دامك عنا ومعود على الشكاوى وحمل المطالب، أول مطلب إلنا هو الضغط لإجراء الانتخابات البلدية، لأنه من خلال هالجهد على صعيد المجالس المحلية منخلي الناس تتنفس، ويمكن مع تغيير الدم البلدي يصير في حياة نابضة لمواطنين موجوعين وبيسعوا لمزيد من الإنماء. فزحلة صدرت النور وتمكنت إنه تكون المدينة الوحيدة المضواية ليل ونهار، بتعالج نفاياتها بأرضها وصارت نموذج للاتكال على القدرات الذاتية، بس يلي عم بيعطل النمو والتقدم هو حاجز اللامركزية الإدارية يلي منتمنى نتخطى بقوانين عصرية. أما بقية المطالب فدولتك تعرفها، لكن منأكد بدورنا إنه الكتلة الشعبية هي مع أي خيار توافقي بيهتدي فيه الوطن على رئيسه، وبيعرف طريق بعبدة يلي من المعيب إنه تضل
تتبع زواريب إقليمية ما عادت سألاني عنها. طريق بعبدا أقرب من أي عاصمة خارجية وفينا نوصل إلى بشوية تنازلات. منبارك أي تحالفات هدفها مصلحة هالبلد ومش تشجيل نقاط سياسية ومزايدات على بعضنا البعض. نحنا نؤمن بالتنافس لكن الديمقراطية إلى قواعد، ومش تحت سقف الديمقراطية منشل البلد ومنلعب بأبنائه ومنحتفل بمرور 1000 يوم على التمديد، ومنضل ل36 جلسة انتخابية بلا رئيس، و8 أشهر عم تطمرنا النفايات وعم تتحكم بهالأزمة نفايات سياسية ما حدا عم بيسترجي يسميها باسمها. نحنا منشوف وطننا بعيون وطنية صافية ما فيها أي هدف سوى الاستقرار السياسي، وطبعاً تمتين السلم الأهلي اللي صار بأولوية القضايا. دولة الرئيس، عقد ما منرحب فيك اليوم بمدينتنا، عقد ما بدنا منك يضل قلبك على الوطن مثل ما عودتنا، ومنحيي فيك هالأداء المترفع عن أي حساسيات يلي قدمته من وقت ما رجعت. وكنت رجل دولة وبنفس الوقت زعيم سياسي وشعبي عم بيتفقد ناسه، عم بيجي لعندهم، عم بيصلي معهم، عم بيغامر بأمنه لينضم لجمهوره بصلاة الجمعة من طرابلس للطريق الجديدة لسعد نايل. ويثبت بأدائه أنه مهما غاب قصراً عن بلده قادر يرجع ويلم الشمل تحت شعار لبنان أولاً. اللي لازم يتغلب على أي شعارات تانية. منحييك ومنشد على إيدك، كل ما هالإيد كانت عم بتداوي بلدنا وتصون وحدة أبنائه. وشو بتفيدنا الاصطفافات الخارجية غير مزيد من التشنج والتقسيم؟ وليش ما منأسس لمرحلة منصير فيها معتمدين على الذات السياسية الحرة يلي بتاخد قرارها بنفسها من دون أي وحي خارجي، وبالتالي من دون التطاول على الوطن؟ والله يرحم والدك يلي قال ما حدا أكبر من بلده. وكأنه الرئيس الشهيد رفيق الحريري شرب من نبع البردونة، لأنه شعاراتنا بأيام إليس كيف ولليوم إنه ما حدا بيقدر يتخطى مدينته. وإذا تخطاها رح يتعرض لخطر الوقوع عن حيطانة العالية. نتشكرك دولة الرئيس على زيارتك يلي كتير عزيزة على قلبنا، ومنقلك إنه دارة إلي جوزيف تعمس كيف وولاده نتشكرك دولة الرئيس على زيارتك ومنقلك إنه دارة إلي جوزيف تعمس كيف وولاده أعلنوا من وقت رحيل
زعيم الكتلة الشعبية إنه بيتهم مفتوح للكل. والأكيد دولتك بما تمثله من زعامة وطنية رح تلمس إنه ما كنا عم نفتح بواب بالشعارات فقط، إنما بالتعاون الجدي والعملي مع كل مخلص بده ينهض بالمدينة ومش بمصلحته الخاصة. وزحلة قلبها كبير وبيساعي الكل. أهلا فيك دولة الرئيس. ومع إنه نور زحلة 24/24، بس زيارتك رح تعطينا مخزون إضافي بيعوضنا أيام كان فيها ظلام وظلم. ومن اليوم فيك تحط زحلة على صدرك من بعد ما حطيتها بقلبك، لأنه ناسا دولة الرئيس بيرفعوا الراس.